ازيكم بنوتاتي، عاملين ايه؟ فيديو جديد، وفيديو النهارده هنتكلم فيه عن البيريود او الدوره الشهريه. اول مره تجيلك هتعملي ايه؟ هتتصرفي ازاي؟ ايه اعراضها؟ هتعرفي ازاي اصلا ان هي جايه لك؟ امتى تكون جايه لك بدري وامتى تكون متاخر؟ وفي النهايه كده عايزه اقول كلمتين بس للامهات اللي بتشوف الفيديوز بتاعتي. بس انتوا يعني وقت ما اقول لكم خلاص بقى اتفضلوا قوموا انتوا بالسلامه، ودي التليفون لمامتك مثلا او حاجه، يعني انتوا بقى بالسلامه فعلا، وتدي الموبايل لمامتك او تخليها تسمع الكلام اللي انا هقوله. طيب، اول حاجه في الدوره الشهريه او في البريود، السن، العمر اللي بتجيلك فيه البريود من 11 ل 14 سنه، ده المعدل الطبيعي ان هي بتجيلك في الفتره دي. ممكن تيجي قبل كده، ممكن في حالات شاذة بتيجي مثلا من سن 9 سنين او 10 سنين، ممكن تيجي بعد كده، ممكن تيجي لحد 15 او 16 سنه. لو جاتلك بدري ما فيهاش اي مشكله، دي بتبقى حسب طبيعه الجسم، حسب عندك انيميا ولا لا، جسمك ضعيف يستقبل، ما فيهاش اي مشكله لو جات بدري. مثلا مش هتجيلك قبل 9 سنين، استحاله 9 او 10 سنين. طب لو اتاخرت معاكي لحد 15 او 16 سنه، وقتها لا، انا لازم بقى اروح لدكتور واستشيره واشوف هل في مشكله ولا لا، عشان لو في اي حاجه حتى لو حاجه بسيطه، ممكن يكون بس في مثلا لخبطه في الهرمونات، ممكن يكون توتر زياده، ممكن يكون عندك اي حاجه مخليه البريود ما تنزلش. ففي الحاله دي لازم نروح لدكتور ونساله عشان نعرف ايه اسباب تاخيرها. فلو اتاخرت لا ما نسكتش، لو جت بدري ما فيهاش اي مشكله خالص. اعراضها، يعني ايه الاعراض اللي بتظهر قبليها، اللي بتظهر على الجسم وعلى النفسيه، اللي بتقولك خلاص كده انت جالك البريود، او الاعراض اللي بتظهر وقتها. يعني بيبقى في اعراض وقت البريود، حاجات كده بتتغير في الجسم وفي المود وكده، ففي منها حاجات اللي هي طبيعيه نورمال عاديه جدا، وهتتعودي عليها وهتتاقلمي. اصلا كل ما تجيلك البريود متعوده خلاص، يعني على وجع الظهر والمغص وشويه ممكن يكون الم في الركبه، دي اعراض طبيعيه خلاص. غير طبعا المود والمزاج اللي هيتغير، هرمونات بقى، انت خلاص كده خرجتي من مرحله الطفوله، دخلتي على مرحله الانسه بقى وكبرتي ونضج والكلام الكبير ده، فالهرمونات بتتغير، فممكن تلاقي ان مودك متغير كده، يعني مش في حالتك الطبيعيه، مخنوقه بلا سبب، عايز تخانقي مع الناس بلا سبب، عايزه تاكلي حاجات مسكره، جعانه، حاجات كده بتظهر في النفسيه عامه، فدي هتتعودي عليها. دي بتبقى الاعراض وقت البيريود نفسها، او ممكن كمان بتكون قبلها بشويه بتبتدي يظهر الوجع مثلا في الظهر او مغص شديد، وممكن في ناس بتستمر معاهم حتى بعد ما البيريود بتخلص خلاص، بتستمر معاهم الاعراض كام يوم كده وبعد كده بتروح. وفي اعراض تانية دي بتبقى بقى لاول مره بتظهر لك، زي مثلا ايه؟ حب الشباب في البشره، خلاص بقيتي بقى انسه وتخشي بقى في مشاكل الانسات، فممكن يظهر في بشرتك حب شباب. بالنسبة للصدر هيكبر شوية، منطقة الاندر ارم، منطقة البيكيني هيظهر فيهم الشعر. في بنات هتلاقيها تولد بزيادة، هي تولد في المرحلة دي كانت بتقد كده لسه شايفاها من سنة، تلاقيها ما شاء الله تولد وبقت حاجة كبيرة. عامة في تغيرات في الجسم بتظهر، يعني خلاص ما بقيتيش طفلة، بقيتي انسة، ففي علامات كده بتظهر على جسمك. شرط ان كل العلامات دي تقابلك او ان يقابلك بعضها؟ لا، مش شرط خالص، ممكن تجيلك البريود وما ظهرتش عليك اي اعراض ولا علامات من الحاجات دي، ولا طلع لك حب شباب، ولا جسمك كبر مثلا بشكل ملحوظ، ولا في زياده في الطول، ولا في زياده مثلا في الحوض، يعني حجم الحوض بيكبر شويه، مبقاش بقى سك كده دي حته على بعضيها كده سك، لا بيبتدي جسمك شويه يتدور، خلاص بقيتي انسه. ممكن تظهر الاعراض دي وممكن ما تظهرش، فدي اللي هي بتبقى الاعراض لاول مره. لكن الاعراض اللي هي العاديه اللي هي بتتكرر معاكي كل بيريود، دي هتتعودي عليها بعد كده. ومش كل الناس برضو زي بعضها، يعني في ناس بتجيلهم بمغص شديد ووجع في الظهر وهمدان وكده، وفي ناس لا عادي وعاديه وبتتعامل ولا كان عندها حاجه اصلا. واهم علامه طبعا وهي الاساسيه انه نزول البيريود، انه ينزل عليكي دم الدورة الشهرية. خلاص دخلنا في مرحلة البريود، او دخلنا انه خلاص انا بقيت انسة والبريود جاتلي وكل حاجة، بتنزل ازاي او بتظهر ازاي؟ بدايتها انه بينزل سائل لونه بني محمر او احمر فاتح جدا خالص، او مثلا بينزل عامة زي افرازات كده قبلها بكم يوم قبل ما البريود اصلا تجيلك، هو يعني بتفضلي كم يوم كده بينزل عليكي السائل الاحمر ده، افرازات خفيفه مثلا او حاجه، لحد بعد كده بينزل بقى دم بشكل كامل، لونه احمر وريحته بتكون مغيره شويه، بتبقي عارفه ان من ريحته ان هو ده دم الدوره الشهريه، فكده خلاص انت كده يعني نزل عليك البريود. او انه ممكن ينزل عليك مره واحده الدم، يعني فجاه كده بتصحي من النوم تلاقي نفسك
ايه ده جاي منين؟ خلاص انت كده طالما احنا بنتكلم في عمر معين وفي اعراض معينه فانت خلاص تبقي عارفه ان ده اوريدي دم البريود. ممكن تبقي بتاخدي شاور مثلا تلاقي يعني نزل عليكي، ممكن يعني في التويليت عادي تلاقي برضو نزل عليكي، فبتبتدي باللي هو بالدم الاحمر خفيف ده او الافرازات اللي لونها شويه بني، يا اما بتبتدي بنزول الدم مره واحده. بتقعد قد ايه؟ بتقعد من 3 ايام ل7 ايام. يعني في ناس هي 3 ايام وشكرا خلصت، 3 ايام وتمام جدا، وفي ناس بتكمل معاهم لحد 7 ايام. لو قعدت اكتر من اسبوع في الحاله دي لازم نروح لدكتور، لانه مش طبيعي ان يفضل ينزل من جسمك كم الدم ده. ففي الحالة دي لازم نسأل دكتور ايه لو في مثلا اي حاجة او كده، بحيث ان انت تبقي في الرينج المعدل الطبيعي، يا بتقعد معاكي 3 ايام زي الفل وتخلص وخلاص، يا بتقعد معاكي 7 ايام تنزل بقى 3 4 ايام تقيلة ويومين قبل ويومين بعد وتأهل وكده. يعني بتأهل لنزولها، وبعد ما تخلص تبتدي بقى تقولك باي باي، فتقعد معاكي الفترة اللي هي 7 ايام. يا اما بتيجي مثلا هما 3 ايام شداد وخلاص وخلصنا. انا دلوقتي بنوتة صغيرة واول مرة تجيلي البريود، مين المفروض اول حد اقوله ان انا جاتلي البريود؟ مين المفروض اخد رأيه؟ مين المفروض ان انا اصارحه بحاجة زي كده؟ مامتك او اختك. بلاش جو الصحاب ده، صحاب مش هيعملوا لك حاجه. يعني خليكي مع ماما، عشان اولا هتفيدك في حاجات كتير، هتبقى مقدره حالتك النفسيه، تبتدي تجيب لك فوائد صحيه، هتقولك على نصايح تساعدك، عامه هتبقى مقدره اللي انت فيه، فهتبتدي ان هي تساعدك وتدعمك. لكن ما اروحش مثلا لحد من صحابي في سني، وطبعا خبرتهم محدوده جدا في السن ده، وممكن يكون عندهم اوريدي معلومات غلط، ممكن تكون واحده لسه ما جاتلهاش، فتبتدي بقى ايه يتحسسك بقى ان انت يعني فضيحه ان هي جاتلك البريود. فبلاش يعني بلاش تتعاملوا في المرحله دي خاصه لاول مره مع مثلا حد من صحباتك او كده. خليكي مع الناس الكبيره زي ماما او اختك لو قريبه منك. ممكن تكوني محرجه من ماما شويه ان انت تقولها حاجه زي كده، بس عادي ممكن تقولي لاختك الكبيره تمام لو هي مثلا الاقرب ليكي او حاجه، بس بلاش تروحي تقولي لحد من بره، مش هيفيدك ومش هيساعدك في الوقت ده خالص. ان شاء الله في فيديو قريب جدا هعمل لكم بقى زي نصايح وحاجات كده تخص النظافه الشخصيه لو انت لاول مره لسه بجيلك البريود. انا اوريدي اتكلمت في الموضوع ده اكتر مره، بس يمكن كان مع ناس كبيره شويه، فلا انا هقول لك وهساعدك لو انت اول مره تجيلك البريود المفروض تعمليه، المفروض ما تعملهوش، الصح والغلط. بس ده ان شاء الله يكون في فيديو تاني، لان انا بصراحه عايزه اقول لكم بقى على حاجة كده من الآخر. البريود أو الدورة الشهرية ولا عيب ولا حرام ولا حاجة تستدعي الخجل أو الكسوف أو ان انت تبقى حاسة ان انت عاملة، يعني راح تشتري فوطة عادي حاسة ان كل الناس بتبص عليك، خالص ولا أي حاجة، ولا تتكسفي من حاجة زي كده، ولا تتكسفي من التغيرات اللي هتحسيها في جسمك أو في نفسيتك. كل ما في الامر ان انت اتنقلتي من مرحله لمرحله تانية، بعد ما كنتي بنوته صغيره كده لسه كوكو خالص، بقيتي بقى انسه وكبيره وداخله بقى في مرحله ايه، يعني مرحله مختلفه خالص عن المرحله اللي كنت فيها. خلاص بيبتدي بقى العقل والوعي والنضج يختلف تماما عن المرحله اللي قبليها، شويه تغيرات في الجسم، شويه تغيرات في النفسيه، ممكن بسبب الهرمونات او عامه انت خلاص بدأتي تكبري، فمفيهاش اي مشكله خالص ومفيش اي حاجه تستاهل الكسوف ان انت تبقي مكسوفه من حاجه زي كده. فلا ولا اي حاجه، ولا اي حاجه خالص، ولا اي حاجه تستدعي كسوف او خجل او ان انت تكوني محرجه من حاجه زي كده. دي حاجه طبيعيه جدا وكلنا بنمر بيها فتره ولازم نمر بيها. بالعكس انت كده يعني بتبقى مؤشرات ان انت ان شاء الله تبقي مامي في المستقبل، ان جسمك ماشي بشكل طبيعي وعادي جدا، يعني ده العادي اصلا، فمفيش حاجه تستاهل الخجل او الكسوف. دلوقتي بقى جه دوركم حلوين ان انت تسربي الموبايل لمامتك. يعني ايه مثلا؟ علي الصوت وحطيه جنبها واعملي كانك رايحه تعملي اي حاجه ونسيتي مثلا، شغلي الموبايل وقولها ماما بصي ايه ده بتقول، عايز تقول حاجات للامهات وكان بتشوفي كده. اتصرفي، المهم ان انت تدي الموبايل لمامتك وانت بالسلامه بقى. خلاص كده دورك خلص معانا في الفيديو ده، وان شاء الله اشوفكم في فيديو تاني قريب اللي هو بتاع النظافه الشخصيه في فتره البريود، تعملي ايه لو انت الاول مره تجيلك. بالنسبه بقى للامهات، مش من حق اي حد ان هو يسالك على حاجات خاصه جدا 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 تخص بنتك، زي مثلا هي البريود جات لها ولا لا، انت لبستيها برا ولا لا، انت مش عارفه عملتي. دي حاجات خاصه جدا جدا، ما ينفعش اصلا ان هي تتحكي ولا تتقال ولا يتسال عنها ولا تسمحي لحد ان هو يتكلم معاكي فيها، خاصه في وجود بنتك.
يعني ما ينفعش البنت لسه خلاص يعني طفلة صغيرة ولسه داخلة يدوب على مرحلة جديدة في حياتها وكسوف وخجل، مش زينا احنا خلاص بينا واخدين على الموضوع وعادي وتمام ويعني عندي البيريود خلاص، مش صايمة عشان انا عندي البيريود كده وبنتكلم بقلب جامد. لا، البنوتة بتبقى لسه مكسوفة ومش واخدة على الوضع فبتبقى محرجة جدا. فتخيل ان هي تبقى قاعدة مثلا جنبك وانت بتتكلمي مع واحدة مثلا بتسألك هي البريد اتأخرت ليه، البنت اصلا هتقلق وهتتشتت وهتتحرج اساسا من الكلام ده. فما ينفعش ان احنا نفتح عينيها على حاجات ما ينفعش ان هي تعرفها دلوقتي، هي تبقى عارفه حاجات معينه. مثلا البيريود جات لك خلاص ده معناه ان في تغيرات في جسمك، دي حاجه طبيعيه وعاديه، ونتكلم كده معاهم ابتسامة عريضة على وشنا ولا فيها أي حاجة، ولا نقعد نفهمهم إن دي نجاسة، أنت نكسة في الفترة دي، نكسة أنت إيه ده، لازم عليكي دم، ده قرف، دي مرحلة مقرفة. ونبتدي إن احنا نقرفهم أصلا من حاجة طبيعية كلنا بنمر بيها وإحنا عارفين إن دي حاجة عادية وطبيعية. فما ينفعش أبدا إن أنا أتكلم في الحاجات اللي تخص بنتي مع حد ما اسمحش اصلا لحد ان هو يتجرأ ويسالني على حاجه زي كده، خاصه في وجودها. لو انت حاسه ان في مشكله، حاسه انك قلقانه، استشيري دكتور، استشيري حد انت بتثقي في رايه من وراها، لكن مش مفيش اي داعي تخلي البنوته تعرف انه في مشكله، انه في ازمه، انه في حاجه، لان ده هيقلقها اكتر. وهي اوريدي في المرحله دي ما بتبقاش مستحمله، بتبقى مكسوفه بزياده وحاسه ان في حاجه غلط، مش واخده لسه على الوضع الجديد. مفيش اي عيب ان بنتك تبقى بتسالك على اسئله انت الاول مره مثلا تسمعيها منها، طبيعي هي دلوقتي بدات تكبر وبدا مخها يتفتح لحاجات ما كانتش يعني بتيجي على بالها قبل كده، فمطلوب منك ان انت تجاوبي عليها، ما تسمحيش اصلا لاي حد تاني ان هو يجاوب عليها. هي بتبقى حساسه جدا في الفتره دي جدا، فما ينفعش ان اي حد يتكلم معاها في اي حاجه. هو ده دورك ام، ان انت تقعدي معاها كده قعده صفا وبنتكلم وبالراحه وبهدوء وتجاوبي على اسئلتها اللي هي انت اوريدي تبقى خلاص انت عارفه كل الكلام اللي هي بتساله وبتقوله، ولا عيب ولا تحسين ان هي بتعمل حاجه غلط. لان ببساطه لو بنتك ما اخدتش المعلومه منك هتطلع تاخدها من بره، اللي وارد جدا انه بره يكون معلومات غلط خالص. وطبعا هم اطفال يعني في النهايه هتلاقي اللي في مثلا اللي في المدرسه او اصحابها او البيئه اللي حواليها هم في نفس سنها، ففي نفس التفكير، في النهايه فكر طفولي جدا، فممكن يبقوا بيفهموها الحاجات دي عيب، او يعني بيفهموها مثلا ان في ازمه او في مشكله وبيفتعلوا المشكله دي، هي خلفياتهم مثلا كده جايبين برضو المعلومه من حته غلط، فيبتدوا ان هم يخوفوها من حاجات مش المفروض ان هي تخاف منها، او تسال على حاجه فيدوها اجابه غلط فتفضل عارفه بقى الاجابه الغلط دي طول عمرها، يعني ما تجيش تسالك او تتكلم معاكي. فلما كنتيش انت هتتكلمي مع بنتك امال مين اللي هيتكلم معاها؟ تخليش اي حد يتكلم معاها، محدش اقرب لها اصلا منك يفتح معاها المواضيع الحساسه قوي دي اللي هي اوريدي حساسه جدا في السن ليها، ومن حقها ان هي تعرفها ومن حقها ان هي تسالك، لانه خلاص كبرت فلازم تعرف الحاجات دي ولازم تعرفها كمان بشكل صح وسليم. بنتك في الفتره دي محتاجه لطيبتك، لحنيتك، لقربك منها اكتر من اي حد تاني. ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم واستفدتوا منه حاجه جديده. ما تنسوش تقولوا لي حابين تشوفوا ايه في الفيديوز اللي جايه ان شاء الله. اشكركم جدا، اشوفكم الفيديو الجاي على خير.